دمج عالي جدا في الايرلي جيم ما راح يعني نشوف انهم ممكن انهم ينافسون الافرق القويه. لازم يطلعون ببلاي ستايل جديد يفاجئون الفرق, يطلعون بكات كذا قويه ويشوفون حظهم فيها. يعني اهم شيء انهم لازم يغيرون في الخطه اللي ماشيين عليها, لان اخر بكات لهم سكيلينج شوي بك عليه, يعني قاعدين يلعبون الميدليت جيم, فلازم ما يغلطون في الايرلي جيم فيصير صعب عليهم هذا الشيء. راح نشوف ان شاء الله وش اللي بيسوونه في الشامبيونز ليج. زي ما تشوفوا قدامكم في الشاشه الان ظاهر قدامكم البيك والبان والشامبيونز ليج حق الجيم الثاني من اليوم. ان شاء الله عندنا البان الاول من فريق ديفاين فنديتا راح يكون كاسدن, ما راح يعطون فرصه لفريق فتيك انهم ياخذونه. ايضا البان الاول بيكون فريق فتيك راح نشوف ان شاء الله الان, لكن ايضا ودنا نتوقع ايش اللي بياخذونه فريق ديفاين فنديتا كبيك اول بما انه معاهم البلو سايد وهم اللي لهم الافضليه انهم يختارون البيك الاول. ايش توقعاتك يا مورغان؟ ودي اكثر شيء اركز عليه ايضا البان حق سميرة بما انه فتيك هم اللي يشوفهم يلعبون سميرة دائما. هالمرة يعني البان جاء على فريق ديفاين فنديتا, هل اتوقع انهم كانوا بياخذونه لانه البلاي ستايل حقهم بالاي دي سي والبوتلين يعني مو البلاي ستايل اللي يلعبون فيه دائما مع سميرة, ولا انه عشان جينزو يلعب اجريسيف؟ يعني نبغى ناخذ رايك. هو البان الوحيد اللي انا مستغربه هنا انه دي في نفسهم هم اللي مبانين كاسدن, فكده جعلوه البروبلي هيدور على حاجه زي كويستد فيد او كاسيوبيا او البيكس اللي هو متعودين منه ان هو بيلعب عليها على طول. فكونوا عملوا بان اصلا اللي متعودين على جعلوه ان هو بيلعب بيها كنا ممكن نشوف ان هم ياخدوها, بس على عكس كده هم عملوا لها بان الزاك بان طبعا ايم دي هنا على ديابلو بسبب ان هو معروف ان هو بيلعب بزاك. ممكن نشوف دلوقتي السيت بان او السيت بيك لان معروف ان دين بيلعب بست كويس جدا, وزي ما قلت لك ممكن تكون فليكس بيك لجينزو لان هو بيلعب بسبورتس اجريسيف, فممكن نشوف السيت بان هتكون كويسه جدا من ناحيه فتيك. هاويفر اللوشن ميد كانت هي التشويس بتاعهم, ويمكن جعلول مش بنشوفه كتير لوشن ميد, بس ستيل انا واثق انه ممكن يقدر يلعب بيه, بس هو معظم الوقت بيلعب بالشمل زي كويستد فيت كاسدن كاسيوبيا. ممكن نشوف السيت بيك من ناحيه دي في, ممكن جدا نشوف السيت بيك من هي فليكس اكتر كتوب وكسبورت, بس الاورن هنا كانت هي البيك بتاع الدين وقرروا ان هم خلاص هيلعبوا اورن توب. ممكن نشوف التيم كومب بعد كده تكون ايمد اكتر ناحيه التيم كومبس. ممكن نشوف كايسا ادي كاري كومب كويس جدا مع اورن, بتكون كويس جدا في التيم فايتس, بس الفولي بير دلوقتي هيكون طبعا ريبلاي مع فتيك عشان ما يسمحلهمش ان هم ياخدوا الفولي بير. اورن اقوى انجيج في العالم تقريبا. بالضبط, انه ما اتوقع انهم راح يعطونه فرصه, لكن فولي بير على الاغلب انه بيكون في التوب لين. الماتش اب حقت فولي بير اورن ودنا نتكلم عنها اكثر تاستك بما انه يعني هي اللي بتوفر للباقي التيم زي ما تقول الانجيج اللي هم محتاجينه عشان يضبطون باقي الكومبوزيشن حقهم. فايش رايك في الماتش اب هذه وايش تتوقع نتيجته؟ الماتش اب من ناحيه فولي بير واورن صحيح انا اتوقع بورينج لين فارم الصدق. انا اشوف ان كلهم الاثنين بس بيكودين يفرمون, ممكن انهم يدمجون بعض شوي, بس احس مره صعب ان في احد فيهم يقتل الثاني, لان كل واحد يعني عنده ما شاء الله كميه شيلد وسي سي, يعني هذا عنده شيلد هذا عنده سي سي, فكل واحد عنده شيء ممكن يهرب فيه في الماتش اب. لكن هم الاثنين ذولا راح يكونون غالبا سيت اب للفريق في التيم فايز او في ناحيه الجانكات, لكن الاهم في المهم ان اورن راح يكون له فائده جدا كبيره للتيمه بسبب الابجريد حق الايتمز. فمجرد ما يصلون الليت جيم اذا معك تشامبيون زي جينكس وكارثوس راح ياخذون اكيد انفينيتي ايج وديث كاب. الابجريد مع اورن راح يخلي هذا الشيء يعني 10 تايمز بيتر, فالافضليه احسها تروح لاورن كتيم فايت كوم. بالضبط, راح نشوف الشيء هذا ان شاء الله مع بعض. لكن جينكس اي دي سي صراحه من فريق ديفاين فنديتا شيء ما كنا متوقعينه وفاجأ الكل, لكن كيتلين ضد جينكس في البوتلين. نبغى رايك يا مورغان, ايش رايك فيها؟ هل بيكون الاداء يعني لصالح جينكس بما انه معاه الانجيج في الميد والليت جيم من اورن, او ان كيتلين بيقدر انه يفوز عليها باللين بشكل كبير لدرجه انه ما راح يكون عندها فرصه؟ خلونا نتكلم عن الماتش اب هذه. صحيح انه ما شفنا السبورت الى الان, لكن بدنا نتكلم عن الماتش اب هذه اكثر. ايش تتوقع؟ جينكس طبعا من الديكاريز اللي بيعرفوا ان هم يلعبوا كويس جدا في اللين قدام كيتلين بسبب الاوتو اتاك رينج. يمكن جينكس الوحيده اللي مش بتعاني في الحته دي قدام كيتلين في الايرلي, مش قادر ان هو يتريد ستانس عليه ان هو يابيوز بسبب الاوتو اتاك رينج. جينكس معاها الروكيتس فتقدر تريبلاي بده. وفي نقطه كويسه جدا تاستك قالها انه اورن هيسمح لجينكس ان هي تابجريد الانفينيتي ايدج, فيمكن السكيلينج بتاع جينكس هيكون احسن بكتير من كيتلين في الليت جيم. مجرد ما اورن يبتدي ان هو يقدر يابجريد الايتمز دي تكون كويسه جدا. وادي المورجانا بان, طبعا كيتلين مورجانا من اشهر البوت لينز اللي موجودين, فطبيعي ان هم يكون في مورجانا بان لسه كنت هقول لك دلوقتي حالا. فالمورجانا بان طبعا ايمد عشان ما يكونش حاجه تكون صعبه تفورس جينكس ان هي تاخد كلينز. نعتقد هنا مع الهيكاريم ومع الفولي بير هيكون جينكس اكتر ايمد ان هو يحاول ياخد الهيل عشان يسرفايف, وهم عايزين يحاولوا يمنعوا السي سي على قد ما يقدروا. تريش كمان باند, فمش هنشوف تريش كيتلين. وطبعا كاسيوبيا باند زي ما قلت لك كنا متوقعينها في فيز 1 عشان جعلول,
وغالبا هنا الكارفز ده اصلا هيكون جونجل على جاره طبعا، ففي الميد لينج على كده ممكن نشوف منه تويستد فيت بيك يكون ايمد اكتر على ان هم يلعبوا على الهايبر كاري اللي هو هيكون جينكس، يحاولوا ان هم يخلوا جينكس تفيد وتكون التيم كومب كلها بيزد على الدمج بتاع جينكس في الليد جيم. صحيح. ولا ننسى بعد ان فتيق يلعبون في السبورت رول دائما اجريسيف سبورت. في الجيم الاخير حقهم لعبوا نوتلس في البوتلين مع سنة، ممكن ما كان عندهم ذاك الاجريسيفنس والليننج فيز الادفانتج الكبيره، بس هالمره ماخذين كيتلين. لو اخذوا نوتلس معاه شو قاعد يسوي له هوفر يسوي عليه، لكن بيكون شيء جدا جدا من صالحهم صراحه. لكن توقعاتك الى الان يا بساب، الباقي البيكس اللي بتطلع من الفريق ديفاين فنديتا ايش اللي بيضبط مع اورن ومع جينكس ومع كارتس؟ هذول اوريدي الجمونه بالرد، هذا شكله بياخذ اجريسيف سبورت جدا بحيث انه يرد على بيك ناتلس. اذا ناتلس بيسوي سي سي الجينكس ليونا بتمسك كيتلين حتى هي في زاويه لحالهم، فبيصير الوضع سبورت فيرسز اي دي سي لكل واحد. لكن هنا ممكن برضو انا صدق ارشح اختيار بروم هنا، لان جينكس تحتاج بي الاكثر ما تحتاج انجيج اكثر. صحيح. انتم اوريدي عندكم اورن اللي هو بيسوي كميه سي سي كبيره جدا، فانت بس تحتاج بيلر لجينكس. ما يبون ياخذون فيلر يا مسام، شوف اخذ ليونا على طول. خذوا ليونا يبغون هاردنجج اكثر، هذا الشيء راجع لهم. لكن خذ بعين الاعتبار ان ناتلست التيه راح تمسك في جينكس 100%، فانت تحتاج يعني سموته في بيل هنا. صحيح. فهمت؟ لكن برضو راحوا مدلين بيك اللي هو يوني، فهذولا رايحين فول انجيج خلاص. زعلانين تيمكم حقهم فول انجيج. لكن ترى الدمج اللي طالع منهم صدقني بيطلع بيكون دمج جدا كبير، لان يوني مع كارفوس والجينكس اكيد انها بتروح رونانز هوريكين، هذا شيء مؤكد 100%، فالدمج في التيم فايت راح يكون جدا جدا عالي منهم. لكن بنشوف اذا هو بيقدرون يوصلون لما الميد والليت جيم اللي يعطون فرصه لجينكس ويوني انهم يسوون الدمج حقهم، لان عندهم في الجنجل كارثس. كارثس بيكون في الجنجل ضد هيكرم من فريق فتيك. بنشوف اذا هم بيقدر انه يعيش الايرلي جيم ولا لا، لانه الايرلي جيم من هيكرم بيكون الافضليه له بشكل جدا كبير مقارنه بكارثس اللي ما راح يقدم الجانك بوتنشل اللي موجوده عند فريق فتيك. بس ايش رايك في الماتش اب هذا يا مورجان؟ هل تشوف انه بيكون في امكانيه من فريق ديفاين فنديتا انهم يسوون سكيلينج بيحاولون يجيبون ادفانتج مع ان الايرلي جيم من كل اللينات تقريبا بتكون مصالح فتيك ما عدا المدين؟ يعني صراحه التيم كومبس كونفيوزنج جدا افانسي الاثنين. تيم فايس عندهم رائعه، التكومبو ما بين يوني وليونا وجينكس وكارثس هيكون رهيب. ونفس الكلام بص كميه التانكس والفرونت لاين اللي عند فتيك شيء خرافي. يمكن انا كنت افضل اكتر لو كان فتيك بكميه الفرونت لاين دي كان معاه جينكس، وكنت اديت كيتلين لدي في، كان ساعتها هيكون جينكس عندها فرونت لاين رهيب، عندك فولي عندك نوتلس عندك هيكرم، فكانت هيبقى جينكس ببيلر سبورت او يعني حتى مع نوتلس كان هيبقى عندها دامج خرافي في تيم فايت زي ده، لان هي هتكون هايبر كاري اكتر من كيتلين شويه. بس الفرونت لاين اللي عند فتيك حاجه مرعبه، ثلاثه هيفي تانكس نوتلس وهيكرم وفولي بير، وكمان عندك فلاديمير في الليت جيم بالدمج، هو نفسه يعتبر اصلا كفرونت لاين برضه بسبب كميه التانكنس اللي هتكون معاه. ففي الليت جيم هيكون الوضع بالنسبه لفتيج انا شايف ان هو احسن، هم بيسكيلوا احسن في الليت جيم معظم الناس اللي معاهم، يعني هيكرم فلاديمير معظمهم كويسين. بس يمكن في الجونجل كارفوس هي اوت سكيل، وفي الايدي كاري برضه جينكس هت اوت سكيل. في الميد جيم او في الميد لين اعتقد جعلول على ليوني هيكون على حسب الايرلي جيم، لو جعلول قدر ان هو ياخد ادفانتج بسبب الكيلز الايرلي اللي هتكون جايه له بسبب الجينكس من دين ممكن يكون كويس جدا في النقطه دي. انا اتوقع ان اصلا الايرلي جيم اوريدي ليوني، انا اشوف لان انت برضه هنا راح تحكم على السكيل حق اللاعب نفسه، انت قاعد تتكلم عن جعلول على يوني، فالادمي اوريدي محترف، الادمي يعني ميكانيكلي انسين، فانت لما تحط على تسامي زي يوني ضد فلاديمير في الايرلي جيم انا راح اتوقع انه راح يفوز، راح يفوز المدلين. اوكي بس برضو لا ننسى شباب انه كارثس هو اللي بيكون مع يوني في الجنجل، مقارنه في فتيق اللي معاهم هيكرم اللي يقدر يسوي له ايرلي جيم بريشر في في المدلين. صحيح ما راح يكون في جنجل بريشر في الايرلي جيم، بس لما يوصل ليفل 6 انت عندك بريشر على الماب كله مو بس على المدلين كارثس، فاذا بس فرموا اول ليفلات بعدها خلاص انت ست جو، خلاص انت الجيم لك يا كارثس، بتضغط ار انت تسوي 500 600 دمج في كل تيم فايت. ممتاز. خلينا نشوف ايضا وش اللي بيصير ان شاء الله. زي ما قلنا كل التيمين عندهم ايرلي جيم عندهم ميد جيم عندهم ايضا الاو سكيلينج من فريق ديفاين فنديتا، بس البتيك ممكن متركزين على ايرلي جيم اكثر. كل يوم تبدا لينك فيز ايش اللي بيكون صعب جدا انك تتوقع اللي ممكن يفوز في الجيم؟ بس ودنا نبدا معك كتاستك، مين تتوقع اللي بيكون معاه الفريق؟ كان بديت بمورجان. لا انا ابغى ابدا فيك لا عشان تغير رايي في الرثاني على عشان يقنعني اول. طيب انا صدق بأحكم هنا على السكيل بلاير، السكيل حق كل بلاير في تيم ديفاين فنديتا وفتيك، انا راح اروح مع ديفاين فنديتا لان هم اوريدي ماخذين سامينات جدا قويه في التيم فايت،
والشباب يعني في ديفاين فنديتا لاعبين يعني ما باخذ من حق فتيك شيء، بس لاعبين في ديفاين فنديتا عندهم اسامي جدا قويه في التيم، فانا راح اروح مع ديفاين فنديتا. اوكي طيب عندنا مورغان، بنشوف اذا بيتفق معك او بيكون ضدك. تفضل يا مورغان. لا انا هتفق صراحه، دي في زي ما تستك، انا برضو بتجه في نفس الاتجاه بتاع الجيم اللي فات. هاندلس لما خدوا اللي هو اولين ليت مي كوت تستك، قال لك اوجا بوجا واخدين انجيجز واخدين حاجات عايزين ايرلي جيم ادفانتج، داخلين يلعبوا اجريسيف. نفس الكلام مع دي في، عجبني جدا جدا السواب من بروم لليونا، لا احنا داخلين نلعب اجريسيف، مش فارق معانا ان احنا نبيل جينكس. زيكور بيفهم كويس جدا في البوزيشننج، هنقدر ان احنا نديله ايرلي ليد. لك الانديفيدوال سكيلز انا شايف ان جعلول بيوني هيدمر الدنيا الجيم ده، دين كارثس هيكون افكتيف جدا. ف كانديفيدوال سكيل، وكان انا شايف ان كل بلاير واثق من البيك بتاعته بنسبه 100% كانجيجز وكمنتاليتي، اللي هم احنا داخلين انجيج، داخلين مش عايزين بيل، حولنا من بروم لليونا مش خايفين، داخلين نلعب اجريسيف. انا اروح مع دي في عشان شايف ان هم في الجيم ده برضو هيتبعوا نفس النمط بتاع هاندلس في الجيم اللي فات، احنا نحاول نتفايد ايرلي سنوبول ميد وليد جيم، ما نسيبش فرصه الفتيج اصلا ان هم يوصلوا للمرحله اللي اوت سكيلوا فيها. لكن مدري نشوف اذا هم بيقدرون اصلا يسوون يعني زي ما تقول يجيبون الكيلز في الايرلي جيم، يحاولون انهم يقدرون يسوون سكيلينج بدري، لان الليرنج فيز لصالح فريق فتيج من البدايه. نبي نشوف اذا فريق فانديتا بيتحدونهم على النقطه هذه، بيقدرون يسوون سكيلينج او لا. زي ما شفتوا شباب، كل الشباب المحللين عندنا يقولون ان فريق فانديتا هو اللي معاه الافضليه، ودنا انتم ايضا اعزائنا المشاهدين انكم تعلمونا مين اللي تتوقع راح يفوز الجيم. هل هو بيكون فريق فتيك اللي الكل ما اتوقع انه يفوزون الجيم، او بيكون فريق ديفاين فنديتا اللي الكل متوقع انه راح يفوز؟ فودنا نشوف رايكم ايضا، خلوكم معنا ان شاء الله، راح ناخذ بريك بسيط ونرجع لكم مع المعلقين ونبدا الجيم على طول. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المباراة الثانية اليوم بين فريق التونسي ديفاين فانديتا وفريق فتيج تيم. مباراة مشوقة جدا، مش تكون موجودة حبيبي كليف كالعادة معايا في الكولر كاست. إذن كليف، أمامنا بيكس غريبة وعجيبة، ممكن نقول أمامنا جينكس، ممكن أول مرة أشوف كزيكور في الآي سي سبليت 2 يلعب جينكس، كذلك دين في سبليت 2 أول مرة يأخذ كارتس، كذلك أهم من هذا الكل هو يوني في الميد لين. فأعطيني توقعاتك وتحليلك لهذا الدرافت. يعني اولا مرحبا بالمشاهدين مره اخرى، كتحسوا بالحماس في الصوت نتاع سموت يعني في الفريق التونسي ديفاين فنديتا اللي لاعب اليوم. صراحه بيكس كما قلتي غريبه، يعني ان جينكس تشامبيون ما نشوفوش بزاف في كومبيتيتيف بلاي، شوفوه مره في سيزن مره في سبليت، ولكن ماشي دائما يون. يعني نشوفو بيك نتاع يون من طرف اللاعب قعلول، عندنا كارتيس في الجنكل هو من احسن الباور فارمز اللي كاين في الجيم. من جهه اخرى عندنا فاتيك تيم اللي يعمل بيكس تقريبا فوليج جيم، عندنا فلاديمير، عندنا كيتلين، عندنا هيكرم، عندنا فوليبير، هما تشامبيونز لي سترونغ، تشامبيونز لي سكيلو ريلي ويل في الليت جيم. ومن جهه اخرى تاو ديفاين فونديتا كما تكلمنا، عندنا جينكس وهايبر كاري ليت جيم، عندنا يوني بشكل ياسو ياخذ اي سكيل ريري ويل بايتمز، فانتوم دانسر، انفينيتي ايدج، ديد دانس، جي اي كتس اوف كورس، كما تعرف في سموت ياخذ اي بي رونيك ايكون، شوفوا رابدن، شوفوا موريلو، شوفوا لايندريز، زونياز، فويد ستاف، بيج دامج بالريكوي. من نشوفوا الدين يحاول ياخذ الفيجن، يحاول يعرف فين عليوب اللي هو الهيكرم، فين يبدان اليوب اللي باقي في البيز. نشوفوا سمول انفيد من طرف كيتلي انه من نوتشيلوس، وصفر نوتين سبيشل، كل شيء يعمل كوفر للجنجل، كل شيء يحاول يعرف فين بدا الانمي الجنجلر باش يحاول يلعبوا على حساب فين بدا هاد الجنجلر. انا فوليبير يعمل كوفر في توب سايد، فوليبير اللي هو ريلي جود ريلي فايبل توب لينر. كيما جات اخرى عندنا
The Almighty Champion Orni التانك القوي صراحة تانك دامج سبورت هيلر ديلر كل شيء هذا الأورن نعرفه قارة مرتاح جدا على هذا البيك أورن بيك قوي جدا وخاصة أنه عنده الكثير من الأيتمز اللي ممكن يأبجريديهم ممكن نحكي على الرابدون الكارتس كذلك الانفينتي ايج على جينكس فصراحة ننتظروا الليت جيم تاع فريق ديفاين فانديتا مرعب جدا كذلك رغم انه من جهة الاخرى موجود فوليبير وخاصة فلاديمير ولكن فلاديمير من دون جوست هذه المرة جليف فاكزيكور نوعا ما سيف في التيم فايتس اكثر من فلاديمير اذا كان عنده جوست نعم نعرفه فلاديمير بالجوست مخطر جدا ولكن كذلك جليف جينكس اعتقد انه بيك جميل جدا ضد كيتن في اللين لانها اوت ماتش يعني التماتش الرينج نتاع الاوتو اتاكس وكذلك يعني اعتقد انه ليونا جينكس اقوى هل تعتقد ماذا تعتقد يعني الاوت كام تاع 2 في 2 في البوت 2 في 2 في البوت كان عطي سلايت ادفانتج لكيتلي ما نساوش انها معها النوتشيلوس عندها ترابس عندها لوت اوف دامج كومبير هو انها ليفل 2 او ليفل 2 موجود من بوت لين فتيم بوتين ديفايف يعطيه هذا الانجيج سي تشي من جانب دين اللونج روكت شوف هنا الدمج العالي خاصة من ليونا يعني بالافتر شوك والسي سي الموجود هذا تراب موجود من دانتي اوه تراب البيلتو في بيس ميكر ولكن الفلاش في الوقت المناسب من جينزو ممكن نشوف الفيس بلاد على نوتيلوس الشيلد موجود بالدبليو يعني قريبة جدا هذه ال 2 في 2 في البوت لين بين فاتيك تيم وديفاين فانديتا نعم صراحة فايت جميل جدا تو فيتو انه كما كنا كنقول ما غنشوفوش بيك سويد البالانس بوت لين انه غنضلنا يبقاو يعملوا فارم ورجعنا كنت كتشافق ان سميرة خاصها نيرف وانه باك تو جيم ونلاحظوا الهيكر اللي بيحاول يسوي جانك في البوت لين يسموت اوكي رجعنا الجيم دريج لاين موجود من نوتريس وهذه الاكشن الاكشن اول ما عدنا والكيل يروح الفيست بلاد لدانتي في هذه المباراة بكل سهولة يعني بعد البوز اوكي فيست بلاد يعني هنا اخذوا بيك بوز باش يحاولوا يسويوا هذا الجانك يسموت وهنا يعني هنا يحاولوا يسويوا هذا الجانك ونشوفوا توب لين نشوف ايش بين تعب اوه اتش بي فولي بير في التوب لين لو ولكن شفنا الفايت في البوت سايد ريفر دين ليفل 4 مقارنة بليفل 3 من الي او بي وسكاتلر كما كنا نحكي ممكن تصير عليه تيم فايت لانه جينزو مازال بعيد لا جينزو موجود من جهه الاخرى من الماب هل ممكن تشوفوا فايت اليو بي عنده الاي ولكن سكاتر سكيورت من جانب دين هذه هي الاي التشارج من جانب فلاديمير ولكن الايرلي جيم فايت قعلول عنده الاجنايت ودي في دين ياخذ كيل على اليو بي الجاج زاين من نوتريس ولكن الفلاش رائع من دين ال 90 بيل اوفر بيس ميكر كذلك من كيتن ولكن جينزو ياخذ كيل على الدبليو ما زالت عمليه 2 ضد 2 اكزيكوري جوين الفايت جميله جدا الكيو من جينزو ولكن الفلاش ولا اروع من دانتي ماذا يفعل جينزو باسيف دين مهم جدا بالكيو والدبل كيل جينزو من وايل في التوب لين كذلك غارا ياخذ السولو كيل على فوليبير هنا كنا كنقولوا ان ما غيكونش كيل في التوب لين يسموت ولكن سولو كيل من طرف غارا على الفوليبير هنا في البوت لين شفنا بيك فايت حتى الغريب وغريب جدا ان دين وفي ديفان فوتيتا يعني كاملين بغاو يديروا كونتيست البوتم سايد بوتم سايد سكاتل خصوصا ان جينزو مات يعني في مات في الفايت في البوت لين بعد الجانك ديال اليوب ولكن جينزو رجع وخدها اثنين كيلز وفيه شات داون في الليون هادي وخدها دين كيل وتو اسيست يعني صراحه اوفرول هادشي يمشي لصالح فريق ديفان فونديتا وهنا دين يعمل سكيور دبل سكاتل اللي غادي يحطو هاد في الجيم صحيح اذا دين ياخذ كيل ومعاهم اثنين اسيست في هذه المباراه مقارنة باليوبي اللي عنده اثنين اسيست ولكن من دول كيل اهم من هذا الكل جليف انه فلاديمير ياخذ اثنين كيلز في التيم فايت مرة اخرى ممكن نوعا ما نفس الخطأ اللي يقوموا به ديفاين فانديتا انهم يعطيوا كيل لفلاديمير شوفوا الاعادة في توب لين من وايل كان سكريمشز في البوت وان هي اكسلنت نوك اب وان نشوفوا البريتل والرينج اوتو اتاك قلت لك هاد اورن يا يسموت ميج وتانك واي دي كاري وكل شيء يعني تبارك الله لا تشامبيون اورن صحيح اذا جارا الان ممكن لما يوصل ليفل 6 يبحث على السولو كيل على هذا اوه شوف لنا قعلول ممكن يبحث الكيل على هيكاريم ولكن ماذا يفعل هيكاريم في الانمي جنجل حاول يعمل انفيد ليفل 4 مقارنه بليفل 5 من دين تنين ناري مازال موجود السؤال انا متاكد انه باش يصير عليه كونتيست ولكن السؤال يا جليف انه فلاديمير بعد ما اخذ 2 كيلز هل تعتقد انه فاتيك تيم في الفايت القادم هو يستحوذ على التنين ما كان ضمنش هو صراحة جوج كيلز على فلاديمير غتساعدو بزاف باش انه غادي يعمل نتاعو سبايك نتاعو فاستر انا نشوفو فريق فاتيك انه يمشي على الانفينو دريك ما كاينش هنا دراية لا كاين دراية شوف البينك هنا في الميني ماب هنا جينزو يحاول يلقى الفيجن ولكن كاين سمايت وهنا غيمشي التنين الناري لفاتيك تيم دير من جهة اخرى ليفل 6 عنده التيمت ريدي ريكوي باش تعمل دامج
ونعم صراحه فلاديمير هنا غيقرب السكيل ديالو فاستر بات توكيز اللي خدا، ولكن من جهه اخرى ما نساوش كارتوس اللي خدا سكات الكراب في البوت وفي توب سايد، خدا بوت سكات الكراب عمل فول كلير توايس. شوف هنا السي اس ديفرنس ما بين كارتوس وما بين هيكريم يا سموت 47 سي اس ل 29. هنايا عاوتاني البلو باف ديال دين اللي غيرجع، غيرجع مع الجرون بيرجع مع الولفز في التوب لين. كنشوفوا بيك ديفرنس هنايا طالح غارا جاي في التوب لين. شوف نوك اب من غارا، مازالت عنده الالتيميت كول فورج جارد، هل ممكن ياخذ السلوكي المره اخرى؟ نوك اب ولكن ستورم برينجر في الوقت المناسب من فولي بير. هذه الروكيو من دين، هل كيف ياخذ الكيل؟ ودين ياخذ السلوكي على اكو جي تي، جميله جدا. بيرفكت هنا، بيرفكت تايمين من طرف دين هنا اللي غيدير ريكويوم مع غيسالي الشيلد نتاع الانتا فولي بير، غادي ياخذ الكيل ودارك هارفست ستاك اللي حصلت المظلم كما كيقولوا واحد الكاستر المغربي. هنا شوفوا انفيد من طرف غارا ومن طرف دين على هذا اليوب، اليوب ليفل 5 دين اللي قرب ليفل 7. نشوفوا هنا واش يقدروا يعملوا سكيور الكيلز على هذا الكلام. إذن هنا تفوق من جانب غارا في التوب لين، يعرفوا انهم اذا يعملوا انفيت على هذه جنجل فيستحوذ على ريد، ولكن شوف اليو بي يحاول يعمل فايت. النوك اب موجود من غارا، شوف الدامج العالي، ولكن لاست كيو من دين المس، ولكن مازال بي ياخذ الدامج. دين ياخذ الكيل على اليو بي. توب سايد فريق فاتيك تيم مالكينو عناصر ديفاين فاندت. نعم ديفاين فاندت ريلي ريلي بي صراحه. دين ياخذ الكيل في توب لين، ياخذ بلو باف يحاولوا يقتلوا فولي بير كان، ولكن يحط الوارد فولي بير وبوت لين. جينزو ياخذ الكيلينج سبري على نوتلس، غريبة لأنه كيتلين رجعت البيز ونوتلس خير أنه يبقى موجود. عملية كيتلين تعمل ريزات، ولكن هنا ياخذوا الكيل على نوتلس. نوتلس اللي باقي ما رجعش ليه الفلاش نتاعو، هنا غادي يحاولوا ياخذوا، مش غيحاولوا غياخذوا وان بليج، واش يقدروا ياخذوا تو بليس. لكن اليوبي في البوت لين هنا نشوفوا تو في تو من طرف هيكريم وكيتلين على ليون وجينكس. اليوبي مازال ليفل 5 ما عندوش الالتيميت صراحة، ننصحوا أنه يرجع الفارمي يوصل ليفل 6 وقتها نجم يساعد اكثر اللينرز نتاعو في التيم فايت او في الجانكس. كذلك اسيست مهم جدا لجينكس، ولكن الشيء المضحك كليف انه ليونا عندها 3 كيلز من اصل 7 في هذا الايرلي جيم صراحه. نعم كل الكيلز نتاعو جينزو، ولكن ممكن تصير فايت الان كليف لانه في محاولة فريز. شوف الفرق ما بين جانجلرز هنا، اليوب اللي ليفل 5 هيكريم وليفل 7 كارتشس هنا اللي عنده 3 كيلز يعني هنا ياخذ سكات وانس اجين. هذا الانجيج موجود من ليونا، تراب من جانب جينكس، شوف الدامج العالي بالروكت، ولكن سوبر ديث ميكر روكت، ولكن مش كافي من اكزيكور باش ياخذ الكيل على هذا النوتلس. ولكن محاولة طيبة جدا كانت موجودة من بولتين ديفاين فاندت. محاولة طيبة صراحة، هنا كتكري لوت اوف بريشر على البوتلين تاع فاتيك تيم. هنا ينساوش ان كارتشس قرب يرجع لالتيماتيك وعنده واحد 40 ثانية في الريكويم، ما يكونش انف عشان يقدر ياخذ كيل على ديابلو بلونشيس نتاعو. هنا نشوفوا ريزيت من البوتلين مع ديفاين فونديتا في توب لين، باقي واحد ادفانتج لغارا بالاور نتاعو على فولي بير ديال ايكو. في الميد لين ما سمعنا لا سولو كيل لا، ولكن كاين تفوق في تي اس من طرف غالي. صحيح لحد الان ما شفنا حتى كيل موجود في الميد لين، ولكن اذا نلقي نظره على السي اس 73 سي اس لصالح قعلول في الميد لين مقارنه 66 من جانب فلاديمير. دبل دورنس بليد وداجر مقارنه بكندل جيم وفينشينج كودكس. حكينا من انه تو كيلز فلاديمير مهمين جدا، ممكن يعمل 1 في 2 بينه هو وجينزو. هذا الالتيميت موجود من قعلول ميس، ولكن مازال دامج متواصل. هذه الكيو ستولر فلير من جينزو، هل ممكن ياخذ كيل فلاديمير؟ لا قعلول اسبق منه. جميل جدا الروم والروتيشن من جينزو. شين سي سي شين سي سي على فلاديمير اللي ما يقدرش يدير حتى بول. يعني عندنا النوك اب نتاع يوني مورا تو سي سيز من عند ليون. جميل جدا الروم من طرف جينزو اللي عمل ريزات، ياخذ بوتس ياخذ شين فيست ويرجع لنا يعاون ادي كاري نتاعو. عندنا تفوق في الفارم من طرف زيكور، هنا يدين اللي يعمل سولو اوبجيكتيف اللي هو ريتيرن. اكزاكتلي، اذا ريفت هيرد موجود من جانب دين سولو. ثلاث كيلز لحد الان صلاح دين، عنده رونيك ايكوز وماجيك بين بوتس. اذا شت داون كان مهم جدا على فلاديمير. الكيل اخذ وقعلول ممكن يكمل فيرست ايتم. انترستين ستاتيك شيف من عند قعلول هنايا اللي غادي تخليه انه يقدر يعمل بيلد لا الستيراكس لا الهيكس درينكر. ما كنشوفش صراحه هيكس درينكر ميبي لو فلاديمير، ولكن صراحه الفانتوم دانسر اي بريفير فانتوم دانسر صراحه في موست سيناريوز. ونشوفوا هنا قالوا شنو يقدر يدير ستاتيك شيف. نذكر ان ستاتيك شيف غتعطيه مور ويف كلير مع الكيو تاعو مع دبليو تاعو، غيعمل ويف كلير اسرع. نقدر نشوفوا روم ستوب لين وروم سبوت لين. هنا التنين المياه اللي غيسبوني من هنا 10 ثواني، وغنشوفوا 100% كونتيست من عند الفريقين. شوفوا كونتيست 100% بين هذين الفريقين، وممكن يبدا التيم فايت هنا. اي من قعلول يحاول يعمل شويه دامج على فلاديمير قبل ما يرجع بالاي. شوف الدامج كذلك من كيوز دين. اوه فلاديمير لو اتش بي قبل بدايه هذه التيم فايت، يساعد جدا عناصر ديفاين فانديتا انهم يستحوذوا
على التنين المحيطات بكل سهولة. دين يبدأ في هذا الأوبجيكتيف، صعب جدا نشوفه كونتيست، نشوف مكان فلاديمير في الماب يحاول يعمل ريكول، ولكن كيتلين ماذا يفعل كيتلين؟ هذه دبليو من إكزيكور، ولكن سايد ستيب من جانب دانتي. نعم قعلول الآن مسيطر على الميد لين وريكول من فلاديمير. صراحة قولوا البلاي صراحة أن قعلول اللي اختار أنه يمشي يدير بريشر على فلاديمير باش ما يخليش يدير ايرلي باك وتليبورت باش يعاون الفريق نتاعو. نانوتيلوس لي يلقى الموت نتاعو هنا. جينزو إز أون رامبيج. أنا كنظن أن جينزو جينكس اللي خصها تشري ايتم سبورت هنا. يا جينزو نشوفو ياخذ اي انفينيتي ايدج وميبي فانتوم دانسر في البوت لين. ممكن دايف على كيتلين، ولكن بيت موجود الهيكاري. شوف تي بي كذلك موجود من جانب فولي بالفلانك، وينو تي بي كذلك من عند جارا ممكن يساعد بوت لين. شوف الدامج متاخر نوعا ما، تي بي من جارا يموتوا اثنين عناصر من فريق ديفاين فانديتا. ليه مازال جينز على قيد الحياه؟ ستورم برينجر من فولي بير، ولكن جارا موجود في هذه الفايت 3 في 2 بين دين وجارا. فولي بير ما عندوش فلاش، كل الفلاش جارد موجود من جانب جارا، ولكن ميس يبحثوا على الكيل. مازال نوك اب على فولي بير، وينو الكيوز من جانب دين. لا ميست الكيو الاولى الثانيه كذلك سايد ستيب من فولي بير، ولكن في الاخير كارا هو اللي ياخذ الكيل. شوف من جهه اخرى قعلول في هذه الفايت ماذا يفعل؟ حاول ممكن ياخذ الكيل على فلاديمير، ولكن اجنايت موجود من نوتيلس على عندها كيتن بيتر فليب سنيك لو تاك. لا قعلول لو اتش بي يمنع من هذه الفايت، ولكن راكويم دين بالدبل كيل. اي 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 بدات بتليبورت وبدات وكاين شفنا انسر نتاع غاري اللي كان صراحه متاخره تليبورت نتاعو، كي شفنا دين جوينز ذا فايت هنا في البوتلين وقعلول يعمل فولو اب لفلاديمير وما يخليش يدير دامج. فلاديمير يبقى لو اتش بي شكون كان لو اتش بي؟ كيتلين وقيلا بقات لو اتش بي ولا باش يبقى لو اتش بي وريكويم تاخذ الكيلز. انا نشوفو وفلاديمير ايموت ودبل كيل يمشي هنايا لدين، ودين ريلي ريلي هيوج 9 ستاك في دارك سين جاو. شوف هنا الفايت ميبي ممكن لينجيج من فولي بير، استعمل كيوستان على دين يحاول ينحي له البلانت، ولكن دين عنده دامج عالي جدا. موجود الروتيشن من جانب اكزيكور، ما زلت عند الالتيميت، ولكن هيكاريم هيلثي اناف صعب انه التيميت اكزيكور تقتله، ولكن اكزيكور الان عنده الانفينيتي ايدج متفوق نوعا ما على كيتلين. وشوف جميله الترابس، لا اولموست كانت على ديابلو. خلينا نشوف هنا الايتم تاع كارتشس، نشوف الماجيك بيترش اللي عنده في الهونتين جايز، عنده في السوستر بوتس، عنده 9 ستاك في دارك سيل. بيج بيج اي بي ان الكارتشس وبيج دامج غنتوقعوا هنا عند الدين. عندنا ميساج اخرى قالوا اللي كمل ستاتيكشن تاعو، كمل بيرزركر جريفز كما كان كيقول سموث. عندنا انفينيتي ايدج على جينكس، وغنشوفوا ريلي سون هنا جينز ولا ياخذ الكاركو ستون بليت تاعو. كاركويل ستون بليت مهمه. اوه شفنا الانجيج في البوتلين اولتيميت من قعلول، يحط الاجنايت ولكن مش كافي، ولكن جينزو ممكن تشوف الرامبيج كيل الان وينو سي سي. اوه البول ولكن غريبه جدا من جينزو، ولكن الالتيميت من اكزيكور. سنايب اكزيكور سنايب عبر للقارات ياخذ الكيل على فلاديمير. جميله جدا هذه اللقطه، بلاي اوف ذا جيم. جميل جدا الكيل صراحه على فلاديمير. من البوتلين يخليهم ياخذوا سكند تاور على تير 1، الثانيه اللي ياخذوها في الميد بالريفت هارد. من البوتلين قالوا لي غادي يعمل سكيور على تي 1. نشوفوا ديابلو واليوب يحاول يعمل ديفاند، ولكن الاي ديال قالوا تخليه سيف وعملوا ريزات هنايا. كنظن انا جينزو يكمل غاركو ستون بليت نتاعو. نعم هنايا نشوفوا انفينيتي ايجا تبدا تبدا في قالوا الميد توب لين. عندنا فايت او توب لين موجود الفايت، هذا النوك اب موجود على فلاديمير. الجراس بيرجع شوية اتش بي فولي بير، ولكن في كل الحالات دين هو اللي باش يكون رابح في هذا ال 1 في 1 حتى ايتم وايز. يعني اعتقد انه جارا احسن الى حد الان ليفل 11 مقارنة بليفل 9 من اكو كيو جي تي، ولكن صعب ان نشوفه دايف ما عندوش دامج الكافي اعتقد جارا عشان يعمل دايف، خاصة انه كذلك التيميت فولي بير تزيدوا شوية في الاتش بي. نعم تكون صعب انك تعمله دايف، ولكن قالوا نفكروا ايديالو شو كيعطي الشيلد الشيء اللي كيخلي صراحه صعب انه الدايف الريكويم ديال الدين قربت ترجع. انا شوف جينزو برامبل فيست نتاع غارا انا ما تخليش فولي بير يعمل بزاف ديال الدايف تاعو بالكراف، ونقدروا نشوفوا دايف صراحه هنا. ما نساوش كاين الالتيميت نتاع كاتشوس وما عندوش الالتيميت جينزو، ولكن عنده السي سي تشين موجود الاي كيو وراهم الدامج من جانب غارا، ولكن ويني كول فلاش جارد هذه هي موجوده. هل ممكن نوك اب على فولي بير؟ جميل جدا لورو اتاك الفلاش من غارا، ولكن السؤال هل يموت العليو بي مجال الاخرى علي قالوا لو ياخذ كيل على فلاديمير في الميدين، ولكن مازال متواصل هذه الفايت في توب لين 1 في 2 ريكيو من جانب دين. نوك اب من غارا يمنع غارا من هذا الخطر. الدبث تشارج من نوتلس، ولكن لا اعتقد انه ممكن يحيى اكثر من هذا غارا، ولكن فلاش موجود من نوتلس، ولكن شوف اتش بي نتاع كيتلين في هذه العمليه. مين وايل في خضم هذه المعركه اكزيكور قايم بالبوش في الميد لين. شوف الدامج بالدارك هارفست والكيوز من جانب دين ليفل 12 ضد ليفل 8. هذا السي سي من جينزو ايسن ذا هول بلوك باي دين، ودين مسيطر على المباراه صراحه. دين بيرفكت جيم، ولكن شوف الميد لين يعني زيكور اللي ياخذ تير 2 في الميد لين ياخذ تير 3 تاور في الميد لين اولي جيم. 3 دقيقه سلايبر اجين زيكور
مرة أخرى بسنايب إكزيكور يأخذ الكيل على كيتلين. Different place, same story. جميل صراحة ديفان فونتيتا هنا يديروا برو اكتيف بلايز نشوفوا اكسلنت تايم صراحة جارا يعمل جاكل يعمل جاكل في سي سي في توب لين اليوب كان فول اتش بي وجارا كان عنده 200 اتش بي ولكن جميل جميل جدا جاكل تاع سي سي ما بين ليونا وما بين الاور اللي سيكيوري و 2 كيلز وهنا نشوفوا زيكور اللي خدا 2 تاورز في الميدلين يمشي ياخذ مع توب لين نتاعو نايدين ياخذ ريفت هيرولد الثاني وهنا ديفان فونتيتا تاخذ كل شيء شوف الفرق في الجولد يا سموث هنا 12000 جول ديفرنس في 17 دقيقة ديال واو 12000 جول ديفرنس بين هذين الفريقين صراحة صعبة جدا العودة على فاتيك تيم في هذه المباراة خاصة انه ديفاين فانديتا عندهم سنو بولي تشامبيونز نحكي على يوني نحكي على جينكس اللي عنده 2 كيلز نعم نحكي كذلك على كارتس اللي عنده 7 كيلز في هذه المباراة صراحة صعبة جدا صعبة جدا شوف يعني عنده الليندريز الان كارتس كذلك قالوا له عنده البي اف والكلوك اوف اجيليتي واعتقد انه كزيكور مازال ما رجعش الى البيز اعتقد انه اذا نشوف الجولد اللي يملكه كزيكور لحد الان ولكن شوف روتيش من جينجو السولار فلاي جميل جدا سلو ولكن يميس سايد ستيب جميله جدا من فولي بير ما حلفش الحظ جينجو في هذه العمليه ولكن اذا ممكن نشوف الجولد اللي عند جينكس كنا نشوف ابراج شوف ابراج سموت عندنا 6 ابراج لا 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 مره اخرى كزيكور رجع للبيز اي 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 5555 اي كيو بلاي انا محاوله جميله صراحه السنايب في البيز ولكن كان هيلتي انا فين قالوا لي خلي بالانجيتش وناس هو انا اللي خليه يرجع انا يا صراحه 6 ابراج لصفر يا سموت يعني بيج بيج جول ديفرنس لصالح فريق ديفان فونديتا عندنا زيكور اللي عمل ريزيت وياخذ رابيد فاير كانون وان شوت ونشوفوا لي الاكس فونتن دانسر ميبي نشوفوا لي ميبي فايت ولا روينان زوريكين ديبنز على شنو بغا واش بغا مور استرفابيلتي ولا بغا مور دامج نشوفوا شوف هنا الفيجن كنترول مع ديفان فونديتا كاين وورد وحده من الفريق احمر في البوش نتاع الريد باف نشوفوا تير 2 تاور في التوبين غاتاخذ كونو كاع الاوتر تورت سقطوا في هذا الايرلي جيم 18 دقيقه ان في الجيم سموث شيء غريب قليف انه فلاديمير لحد الان ما عنده ولا ايتم مستكمل يعني صراحه مش فاهم باش يشري قاعد فلاديمير غريبة 128 سي اس كذلك فرق مع قعلول اللي عنده 168 سي اس قريبا يرجع للبيز ويستكمل الانفينيتي ايج ولكن اللي استكمل الايتم الثاني هو كزيكور عنده الرابيد فاير كانن باش يكون عنده دامج عالي جدا بالكريتس وكذلك خاصة الرينج بالروكت الحمراء ومعها الرابيد فاير كانن صراحة خطر كبير جدا هذه النطحة من شيلي توب سايد ولكن الالتيميت موجوده من نوتريس فوكس كله على كزيكور ولكن فلاش في الوقت المناسب ولكن شوف كذلك الفلاش موجود الالتيميت من جانب فلاديمير شوف الفوكس على كزيكور الشت داون عليه ولكن من الجهه الاخرى كل الفورس جارد على دانتي الكيل الاول يدين على نوتريس ولكن نشوف من الجهه الاخرى قعلول ياخذ الكيل اكس بي على فلاديمير اليو بي يستعمل الجوست نتاعو يهرب ولكن ريكويم على دانتي ويموت الليجندري كيل على كيتن مازال الفايت بين الوحوش التانكس بين فولي بير وغارا ولكن غارا مازال سستينبل شوفوا قعلول بالاي ياخذ الكيل على هيكاري من رامبيج واخر كيل الدين الجي جي والبليد الديفاين فانديتا صراحه مقنعه هذه الجيم مستوى قوي جدا في الايرلي جيم سينرجي وتيم فايتنج رائع جدا من ديفاين فانديتا صراحه الفرق ما بين ديفاين فانديتا ديال اول اسبوع والاسبوع هذا كان فرق كبير جدا انا يلعبوا مور اجريسيف تشامبيونز نشوفهم كيديروا براكتيف بلايز هنايا كاين هيوج وهيوج هيوج هنايا شوف كارتشس شوف كارتشس يسموه 25 ستاك ميد جاي ما انتهتش المباراه سوسر اوف بوتس ولار نيدلس لارز رود يعني هنايا كارتشس هاد في الجيم بواحد الطريقه هائله واحد الطريقه خرافيه نشوفوا الاعاده شوف هنايا صراحه منقسم على جوج نشوف ان فريق فتشيك اللي يحاول يديروا بيك بيك دايف على زيكور ويلقاو دايف على زيكور من هيكاريم وفلاديمير بجهه اخرى كاين غارا وكاين قعلو اللي عملوا بيك دامج في الباك لاين دانتي اللي عيش ب 1 اتش بي هنايا كنسحبوا انه يمنع من حياته هنايا قالوا لي ياخذ الكيل على فلاديمير ولكن دين بريكويم هذه قلت دانتي لا ما باش تهرب ونشوف دامج على فولي بير بيك بيك دامج هنايا قعلو ودين غادي يجيو يعملوا سبورت لغارا هنا على اليوبي غادي يموت وغادي ياخذوا دبل انهبيترز في الميد اوف توب دبل انهبيترز ولكن السؤال الان يا كليف هل قادرين فريق فاتيك تيم انهم يقعدوا في المباراه ماذا تعتقد ممكن تكون الخطه الان من جهتهم اعتقد البار الناشر ستيل ممكن يكون هو الحل اليوبي هل ممكن ينقذ فريق فاتيك تيم من الخطر
نهائي المباراة بالبارن باف صراحة صعب شيء ما يعني ليفل 15 كارتشوس وليفل 11 هيكرم صعب وصعب جدا الفرق هائل في السمايت عندنا بيج دي بي اس من طرف جينكس من طرف كارتشوس انه غيكون ريلي فاست بارن 10 دقيقة 21 عندنا الكلاود دريك ريسبون من هنا 40 انهم غادي يحاول غادي ياخذوا هذا الدريك هذا يمشيو يساليو الجيم من البوت لين يقدروا يخليو لا ما يمشيوش يديروا دريك يمشيو يحاولوا يساليو الجيم لان في البوت لين كاين فوليبير نشوفوا كيفاش ديفاين فانديتا غادي يقدروا يكلوزيو هذا الجيم هذه ولا ميبي جاست ميبي واخا صراحه كيبان لي مستحيل نشوفو كومباك ديال فريق فاتيك ممكن نشوفو كومباك كل شيء مازال قائم هذا الفريق يعني يفهم يعني ويعرف كيفاش يعود في المباراه ولكن السؤال الان انه بالبارم باف مش تكون صعبه نوعا ما عندهم ويف كلير عندهم فلاديمير عندهم كيتلين بالانفينيتي ايدج والزيل ولكن اذا يصير تيم فايت بانجيج جميل من جارا وجينزو فممكن تنتهي المباراه ننتظر هذه الثواني القادمه او الدقائق القادمه كيف ستكون من جانب فريق ديفاين فانديتا هذه الالتيميت من اكزيكور ياخذ بها الليسل تمبو ياخذ بها الموفمنت سبيد كذلك يعني دين دين عنده رابط ديش كاب موجود انجيج من ديابلو ولكن ليس هولي بلوكيها غارا في تيم فايت شوف الالتيميت من اليوبي ولكن 3 مان نوك اب بالكول اوف فيرست جارد في هذه تيم فايت قالولا انستوببل 3 كيلز لعناصر فريق ديفاين فانديتا دانت الوحيد اللي مازال على قيد الحياه الدبل كيل دين ممكن نشوف الدايف في البيس شوف قالول بالاي الدامج والركويم من دين وينهي الكيل الاخير على دانتي الجي جي والبليد ديفاين فانديتا مبروك هذا الفوز الثالث اللي ينضاف الى رصيد الفريق التونسي هارد لك كذلك الى فريق فاتيك تيم كانت حرب وفايت جميله جدا بين هذين الفريقين ولكن انتهت بفوز فريق ديفاين فانديتا صراحه كان بريدكشن ان ايرلي جيم كان لصالح فريق ديفاين فانديتا كنا نشوفوا ميد تال ليت جيم فريق فاتيك اللي كان يقدر يرجع بفلاديمير بكيتلين بفوليبير ولكن ديفاين فانديتا ما خلاهمش انهم اصلا يشوفوا الميد جيم كان واحد كارتشوس اللي ريلي هيوج كان واحد اورنج هو اللي ريلي سترونغ جينزو اللي كان رامبيج 4-1 في دقيقه 8 ودقيقه 9 قالوا تولي دار ريلي ريلي نايس جوب في الميد لين دار بريشر خدا سولو كيلز ومن بعد كانت سنوبول افكت كارتشوس خدا مور كيلز جينكس خدات مور كيلز واتشي لي طرا في هذا الجيم ديفاين فانديتا اللي تعمل سيكيور الماتش نتاعها ونرجعوا لسيديو التحليل باش نشوفوا هذا الشيء مور ان ديتيلز